اهلا بيكم. النهارده هوريكم اسهل فكره على الاطلاق ممكن تتعمل بالقماش للديكور الحائطي. اذا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم الاشعارات بكل الفيديوهات الجديده، ويلا بينا. عشان نعمل كل واحد من دول بنحتاج طوق تطريز، وبنحتاج قطعه قماش اكيد بتكون اكبر منه. ولو حابين نعمل طقم او نعمل ست مع بعضه، مجموعة مع بعضها، بنختار اقمشة تمشي مع بعض فيها الوان مشتركة او فيها نعشة مشتركة. القماشة لازم تكون على الاقل 5 سنتي زيادة عن الطوق من كل الاتجاهات. الطوق ناخد الجزء اللي جوه، هنحط القماش فوقه، وزي ما بالظبط بنحط حته الكنفا او حته القماشه اللي بنطرز عليها هنحط القماشه، وهنرجع القطعه التانيه نقفلها كويس من فوق عشان تثبت، نقلبها ونقص القماش الزياده من على الحافه بالظبط بعد ما اتاكدنا ان هي ثابته كويس عشان القماش ما يرجعش يخرج منها تاني. بالشكل ده، وبنكرر مع بقية القطع لو كنا حابين نعمل اكتر من قطعة. شكلها على الحيط ولو في بنطلون جينز احنا مش عايزينه نقدر نقصه بالطريقة دي، ونستخدم الجيوب في تخزين شيك جدا على الحيط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم المرة الجاية.